السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد مباراة ماراثونية انتهت بضربات الجزاء لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي في المباراة تقدم عن طريق كهربا اللي نزل بديل لطاهر محمد طاهر، وكهربا أحرز هدف كويس النهاردة، وبعدها في الدقيقة الثانية من وقت بدل ضايع بيسجل طلائع الجيش ناصر المنسي هدف التعادل ليحتكم الفريقين لشوطين إضافيين. بعد كده النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان إن هو يجيب الهدف الثاني، لكن ما تمكنش لعيبه النادي الاهلي من احراز الهدف الثاني، وطبعا طلائع الجيش كان بيلعب منقوص العدد في الوقت ده، فما كانش في اي انياب هجوميه لنادي طلائع الجيش. طبعا طلائع الجيش كان اقصى طموحه في الفتره دي انه يوصل لضربات الجزاء. طلائع الجيش يحسب لطارق العشري ان هو تاخر في النتيجه ورجع على النادي الاهلي وتعادل، وده شيء يحتسب لنادي طلائع الجيش. كنا متوقعين ان طلائع الجيش هيلعب على الهدف وبعد كده يقفل، لكن انك تتاخر وترجع على النادي الاهلي فده شيء محترم من مدرب كبير ومدرب محترم من مدربين الدوري المصري طارق العشري. لفته طيبه جدا من النهارده من لعيبه النادي الاهلي، ممر شرفي لفريق طلائع الجيش قبل تسليم الكاس او اثناء دخول لعيبه طلائع الجيش عشان يستلموا الميداليات. كانت يافطه طيبه، نتمنى انها تستمر بين انديه الدوري المصري كلها، اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي كل الانديه، نشوف بينهم وبين بعض الطريقه دي او الاحترام المتبادل والشكل ده نشوفه مع الانديه كلها. طبعا النادي الاهلي النهارده تمكن من الفوز بضربات الجزاء بعد ما ان اضاع طلائع الجيش 3 ضربات جزاء، تصدى الشناوي واحده واثنين، واحده في القايم ده واحده في القايم ده، واضاع النادي الاهلي طبعا ايمن اشرف وقفشه اللي احنا كلنا عارفين ان قفشه سيء في ضربات الجزاء او مش محظوظ في ضربات الجزاء. طبعا مضيع في الدوري، مضيع قدام بيراميدز، ومضيع امام اسوان تقريبا، يعني الموضوع مش اول مره قفشه ده ضربه جزاء، الموضوع متكرر، وطبعا لازم يشتغل على نفسه في الحته دي، يبقى المدرب عارف ان هو مش مؤهل ان هو يشوط ضربات جزاء ويبقى عامل حسابه على الوضع ده. النادي الاهلي بيتوج بالبطوله الثالثه ويحقق الثلاثيه السنه دي في حدث ما بيتكررش كتير في الكره المصريه، ان نادي ياخد الدوري والكاس والسوبر، النادي الاهلي بيحقق الثلاثيه، وان كان حد بيحققها فهو النادي الاهلي ما لها غير الاهلي زي ما بيقولوا، النادي الاهلي هو صاعد البطولات. موسيماني اللي بيدخل التاريخ من اوسع الابواب، موسيماني البطوله السادسه ليه السنه دي، السادسه لموسيماني، 3 مع صن داون و3 مع الاهلي، لو بنحسب الدوري وبطوله افريقيا والكاس موسيماني فهو واخد الدوري والكاس وبطولة كمان مع صن داون قبل ما يجي. فالموضوع موسيماني قدامه كمان لسه السوبر المصري والسوبر الافريقي، لو خدهم يبقى 8 بطولات في موسم واحد، ولسه قدامه كمان كاس العالم، وليه لا ما نحلمش بيها. اي نعم في فرق كبير جدا في الامكانيات بيننا وبين مثلا انديه امريكا الجنوبيه وكمان انديه اوروبا زي البايرن وزي اللي هيصعد امام من امريكا الجنوبيه، لكن مش عيب ان احنا نحلم، ومش عيب ان احنا نفكر في حاجه زي دي، العيب ان احنا ما نفكرش ولا نحلم ولا نسعى لتحقيق الحلم ده. النادي الاهلي النهارده بيتمكن من الفوز وليه علامه استفهام على المدرب اللي نزل لاعب ديفندر ثالث علشان يقفل، هو اي نعم تغييره كان صح ان هو يقفل بديفندر ثالث علشان يموت الجيم، لكن ظروف المباراه ادت الى ان هو يعني الفريق بيتعادل في اخر دقيقتين، فالموضوع كان المفروض في الشوط الثاني او الشوط الاول الاضافي والشوط الثاني كان المفروض يغير بدري وينزل لاعب وينج، لانه كان خلاص هو فقد الوينج اليمين خالص، واكرم توفيق ما كانش قادر يؤدي المهام دي، وكمان هو خايف يطلع حمدي فتحي بدري فيخسر نص الملعب، لان لسه اكرم توفيق ما عندوش ثقه كبيره وكامله ان هو يؤدي في المكان ده حاليا في نهائي وفي ماتش كبير زي ده. نعم اكرم لعب ماتشات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، لكن لسه المدرب ده اول ماتش له معاه، فمش واثق تمام الثقه ان اكرم يقدر يعملها، كان لازم يغير بدري، كان لازم نشوف لاعب زي جيرالدو، لاعب زي محمد شريف، نشوف اي لاعب من اللعيبه اللي هي الوينجر اللي بتلعب على الجنب اليمين يبقى موجود، يبقى لازم انت عامل بلان بي عندك علشان لا قدر الله حصل ظرف زي ده يبقى انت عندك لاعب على الدكه يغير لك في شكل المباراه، مش هتبقى مضطر انك تلعب بشكل غير شكلك التقليدي وتلعب بجناح واحد، مفيش فريق بيلعب بجناح واحد. فموسيماني اتاخر في التغيير، ولما غير نزل ناصر ماهر ونزل صلاح محسن مكان برضه حمدي فتحي ومكان مروان محسن، فالموضوع برضه ما غيرش في يعني نفس الطريقه، هو غير الاسماء ما غيرش الطريقه. فدي بس كان تعقيب على موسيماني، كان لازم يغير وينزل وينجر، لازم يلعب لاعب زي جيرالدو. اي نعم احنا هنستحمل جيرالدو بكل المشاكل اللي بيعملها، لكن له حاجات كويسه وكان ده وقته، كان ده وقته انه يجري على الخط، وبنفس والوقت والمجهود اللي كان عنده كان هيقدر يدي لك ويديك متنفس وبيعدي ويروح، وكان ممكن يبقى هو حل من الحلول اللي عندك. يبقى بنبارك للنادي الاهلي وجمهوره ولاعبته على البطوله.
بنقول لكهربا استمر، ما تيأسش، الفرصة بتجيلك تاني انك تلعب. اصابة لاعب طاهر محمد طاهر، ما تفكرش ان خلاص انت بقيت بديل وطاهر محمد طاهر هو الاساسي، انت كده خلاص تركن. لا، فرصة جات لك النهارده ونزلت وجبت جون، حاول واستمر وجرب وخبط، وانت هتلاقي لنفسك مكان في تشكيلة النادي الاهلي، لان انت من افضل اللعيبة في الاهلي. لكن تركز في الملعب فقط، ما تفكرش في السوشيال ميديا والشو وانك عايز تظهر، لان الواضح جدا ان انت ككهربا عايز تظهر وبس. فانت لو ركزت في الملعب بس هيبقى ادائك افضل من كده بكتير. بنبارك لجماهيرنا، بنبارك للاعبتنا، بنبارك للشناوي، لبدر بنون اللي حط ضربة جزاء النهارده عالمية وعمل مباراة محترمة النهارده في قلب دفاع النادي الاهلي. دي كانت حلقة النهارده، بنبارك لجماهيرنا على البطولة، واول مرة تتابعنا تنزل دلوقتي تشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النادي الاهلي التالتة السنة دي، البطولة الـ37 في كأس مصر، بفارق 11 بطولة عن نادي الزمالك أقرب المنافسين في بطولة الكأس. ننتظر كأس السوبر المصري والسوبر الأفريقي إن شاء الله، ربنا يكرمنا ونتوج بالبطولتين دول كمان علشان نكمل السنة دي الخماسية، وموسيماني يبقى معاه الـ8 بطولات. دي كانت برشلونة بيلعب حاليا ومغلوب 2-1 أمام قادش، والجون التاني غلط تاريخي لتير شتيجن ودفاع نادي برشلونة. برشلونة من سيء لأسوأ، ريال مدريد بيكسب النهاردة، أتلتيكو مدريد بيكسب برضه النهاردة، وبرشلونة لحد الآن مغلوب أمام قادش 2-1. كانت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.